طبعا شريف شعبان من جديد. يا شريف دايما برحب بيك ومعاك الكلمة. مرحبا بيك زميلي إيهاب. يومك يا أهلي مستمرين، دستور الأهلي العضو ينزل ويشارك يقول يقول لا، أهم حاجة ينزل يشارك في الحدث التاريخي لدستور النادي الأهلي. معي نجم من نجوم النادي الأهلي قرع الحمراء، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن جوهر نبيل إعلامي وكابتن، بنقول لك أهلا بيك على الشقات الأهلي. يوم تاريخي بكل المقاييس، بهنيكوا على اليوم الجميل دوت. أهلا بيكوا، طبعا يوم جميل. إحنا دايما بنراهن على عضو جمعية عمومية للنادي الأهلي في انتخابات، في دستور النادي الاهلي او لائحه النادي الاهلي، ودايما عضو جمعيه عموميه بيلبي الندى بغض النظر بيقول لا، بينتخب مين. دايما بنشوف الحقيقه مناظر طبيعيه جدا، مناظر جميله، شباب شيوخ اولاد صغيرين، كرنفال، ناس قاعده في الجنينه بره بتحتفل بتفطر وبتاكل وتخش بتصوت وترجع. الـ 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 الفلو او الناس اللي موجوده عماله تدخل وتخرج، السهوله نفسها في دخول الناس وخروجها بشكل كبير جدا مسهل على الناس التصويت والحضور، وتحس ان هو الموضوع مش مشاركة لائحة بس، هو لا، في فرح، في مهرجان موجود في النادي الأهلي، في كرنفال موجود في النادي الأهلي، وده ميزة النادي الأهلي، ده ميزة عضو جمعية العمومية للنادي الأهلي. العدد ما شاء الله كبير جدا يا كابتن، يمكن يعني العدد لحد دلوقتي يمكن عدى 5000 وداخلين في 6000، ولسه الساعة 12 لتلتة و11 ونص و5، يعني الواحد فخور إني شغال في الحدث التاريخي دوت، والعدد الكبير اللي بيتزايد كل شويه بيتزايد. يمكن انت بتكلمني وتقول الكلام ده، انا الواحد جسمي بيقشعر، لان الواحد فخور اللي هو بينتمي للنادي الاهلي، بينتمي لكيان كبير زي ده. والحقيقه بغض النظر كل واحد بينتمي للكيان بيعمل ايه فيه، سواء صغير او كبير، هو بيشتغل على قد الحته اللي هو فيها وبيشتغل بحب، عشان كده النادي الاهلي بيبقى في حته ثانيه، في مكانه ثانيه بشكل كبير. يمكن لما قلنا ان الحضور هيبقى فوق ال 20 و 25 الف واحد، الناس كانت بتتكهن شويه على كلامنا، استحاله وصعب وده مش انتخابات. احنا والموضوع بالنسبه لنا احنا بنقول الناس تنزل، الناس تشارك بغض النظر هي مع اللائحه ولا ضد اللائحه، شارك وخلاص. المهم احنا عاوزين دايما، احنا بنبتغي حتى واحنا بنلعب ان احنا عاوزين المركز الاول في كرة اليد، في كرة القدم، في أي لعبة بيلعبها النادي الأهلي عاوز فيها يبقى المركز الأول. نفس الكلام عضو جمعية عمومية، سواء في انتخابات، سواء في التصويت على اللائحة، عاوزين نبقى في المركز الأول، في مش بس في مصر لا كمان في الوطن العربي والشرق الأوسط، وده اللي بيحصل وده اللي احنا شايفينه قدامنا. شكرا يا كابتن. بشكرك جدا. شكرا.